في معرض العدسات اللاصقة البريطانية في برمنغهام لنتعرف على أحدث آلات التخطيط الضوئي للنظر. بن، ماذا لدينا هنا؟ This is the Topcon 3D OCT 2000. هذه آلة Topcon 3D أو CT 2000. ونموذج هذا هو FA+ الذي يعطينا تخطيطا جغرافيا للعين بصورة عالية الجودة لشبكة العين. الفريد في توبكون هو الصورة الكاملة لقاع العين والتي نراها حين ننظر إلى الجزء الخلفي للعين. إنها تصور الأوعية الدموية كما تصور قاع العين وتقدم تصويراً مقطعياً للقرائن البصرية بجودة عالية. هذا قسم متقاطع لخلفية العين عميق جداً على امتداد الطبقات وصولاً إلى القاع. من ميزاتها أنها تلتقط صوراً في عمق ساحق مقارنة مع النموذج السابق من آلات المسح المشابهة. إنها فريدة للغاية بحيث تستخدم تكنولوجيا خرق المصدر والتي توفر رسماً عالي الجودة لغلاف العين المشيمي نزولاً إلى بياض العين أو أساساً خلفية العين. كنا نرى في السابق البياض بدون فهم ما هو حاصل فيه، أما الآن وبفضل المسح العالي الجودة يمكننا أن نرى تماماً ما يجري. النماذج السابقة كانت ترينا شبكة العين فقط. تعالي لأريك كيف تعمل. انظري إلى الضوء الأخضر واستمر في التحديق في النقاط الخضراء. أومضي أو اطرفي عينك سريعاً واستمر في التحديق. لقد التقطنا صورة خلفية عينك اليسرى وسنعيد الكرة مع العين اليمنى. انتهينا، تعالي لرؤية النتيجة. Okay, so this is your right eye, and this is the scan that's been captured. هذه عينك اليمنى وهذه الصورة. يمكننا الذهاب عبر كل طبقاتها والنظر فيها ولا عيوب فيها. إذا انتقلنا إلى العين الأخرى، نعلم أنها اليسرى من مكان العصب العيني الموجود في يسار العين، وكل شيء سليم أيضا. الخطوط السوداء الطائفة هذه هي الأوعية. وهل تعطي صورا ثلاثية الأبعاد؟ Certainly, what we see here at the moment is two-dimensional. طبعاً ما نراه الآن ثنائي الأبعاد، ولكن عند التصوير الإشعاعي نحصل على صورة ثلاثية الأبعاد، وكأننا نمسك عين المريض بيدنا فنقوم بعلاجها بحسب الصورة ونرى ما يحصل فيها بالكامل. وهنا الماء الزرقاء داخل العين ابتعدت عن البياض الذي نراه هنا. لو كنت جراحاً سأتمكن من إجراء عملية جراحية للعين مستعيناً بالتصوير الثلاثي الأبعاد عبر هذه الآلة، فأرفع هذه البقعة من العين لمنع إلحاقها الضرر بسائر أجزاء العين. الأمر يشبه الملاحة عبر الأقمار الصناعية.